فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الميدالية التي للمفاتيح إذا كانت من ذهب هل يجوز للمرأة أن تتخذها؟ لا، المرأة ما يباح لها من الذهب إلا الحلي الذي تتحلى به مما جرت به عادة النساء، أما أن تجعل لها أواني من الذهب أو تجعل لها مفاتيح من الذهب هذا لا يجوز. نعم.